أصدقائي، قبل قليل سمعنا صوت شديد للانفجار. كان صوت واحد. أصدقائي، الآن سنحاول بعض الأموال للجيش الأوكراني من خلال تطبيق مصرف. لا نترك حيوانات، نساعدها. أمي الآن تطعم ليندا. أصدقائي، بالرغم من الحرب هناك توجد سوق صغيرة، لأن الناس طبعا يريدون الأكل. الآن سنذهب مع أمي، ربما سنشتري الخبز. الآن أمي تحضر الشطائر لأخي ولأبي. لا يوجد خبز، فقط هذه يعني مخزوناتنا. أصدقائي، في كل قرية، في كل مدينة توجد نقاط لجمع المؤن ولجمع الملابس الدافئة للجيش الأوكراني. والآن نريد أن نشتري بعض المواد الغذائية مثل البسكويت والمعلبات للجنود الأوكرانيين الذين يدافعون عن بلدنا. أريد أن تتذكروا أننا لا نهاجم، نحن ندافع. ليندا ترافقنا. يا سلام أصدقائي، لا يوجد أي شيء. انظروا، يا سلام، لا يوجد أي شيء. ماذا يمكننا أن والناس كثير جدا. أصدقائي، ماذا يمكننا أن نشتري في هذا المتجر الذي لا يوجد فيه أي شيء؟ كل الرفوف خالية من المواد الغذائية، والناس كثيرون، والطوابير كثيرة. لا يوجد أي شيء أصدقائي. الآن سنخرج من هذا المحل، لأننا لن نقف طويلا في هذه الطوابير. يوم السبت في قريتي هو يوم السوق الشعبية. الآن سنتأكد ما إذا كانت هناك سوق أم لا. السماء جميلة ولكنها الآن ليست سلمية. السيارات كثيرة والناس يتمشون، يخزنون المؤن. الكلاب هنا. أصدقائي، هنا أيضا يبيعون شيئا، فقط بعض المأكولات. أصدقائي، الطوابير كبيرة جدا، لا يوجد شيء، لا توجد سوق كبيرة. دخلت محل آخر. أصدقائي، ها هو طابور لشراء الخبز. أصدقائي، اشتريت
رغفتين فقط. أصدقائي، كان من الممكن شراء خبزتين، يعني رغيفين فقط لشخص واحد. أمي أيضا اشترت، كذلك اشترينا للجنود بعض البسكويت. هذه دار الثقافة، تحته أيضا يوجد ملجأ. أيتها الحمامة الجميلة، هل أنت حمامة السلام؟ اشترينا رغيفين. أصدقائي، كأن التاريخ، كتاب التاريخ أصبح حيا. في المدارس قرأنا عن أوقات الحرب، هو الخبز الذي استطعنا شراءه اليوم. كذلك اشترينا فاصوليا معلبة. انظروا، كذلك اشترينا هذا نيفينا. لا أعرف، هذا يجب أن نصب الماء الساخن ونأكله. كذلك نشتري بعض مواد لجيشنا الأوكراني. اشترينا هذا البسكويت. كذلك لحظة، أين كذلك هذا البسكويت. والآن سنذهب لنشتري مزيدا. كذلك اشتريت بعض الفطائر لأفراد أسرتي. كذلك اشترينا مناديل مبللة للجيش الأوكراني ومرتديلة. وكذلك هنا لحم معلب. كذلك هذه الملبسات للجيش الأوكراني. والرجال الأعمال في القرية يساعدون سكان القرية ويوزعون الفطر ويوزعون الحليب. المزارعون يساعدون الناس. المزارعون يعطون الفطر والحليب بالمجان. كذلك اشترينا هذا. أصدقائي، نحن نساعد الجيش الأوكراني الذي يدافع عن وطننا قدر الإمكان. حولنا بعض المبلغ في الصباح لحساب الجيش الأوكراني، والآن سنذهب مع بعض الأغراض إلى نقطة جمع المؤن للجيش الأوكراني. في هذه النقاط يأخذون المواد الغذائية والجوارب والقفافيز والمناديل، وينقلون كل هذه المؤن المجموعة إلى الجيش الأوكراني، إلى الجنود الأوكران. نحن اشترينا بعض البسكويت وهذا كذلك مناديل مبللة. كذلك فول سوداني، لحم معلب، سمك معلب، ملبسات جامدة، كراميل،
وبعض المرتجيلة وكذلك بعض المعلبات الأخرى. للأسف الشديد الرفوف في المتاجر خالية، واشترينا ما استطعناه. الله معنا، إن شاء الله ستنتهي الحرب. كذلك أنا أيضا أصدقائي كذلك في هذا المبنى أيضا يوجد ملجأ، وفي كل الأماكن توجد هذه الأسهم، مكتوب هناك أوكريتيا يعني ملجأ. لا أعرف، لا أستطيع أن أتحمل ذلك. مزارع أحد مزارعي قريتنا وزع بالمجان الحليب على سكان القرية. أصدقائي هنا ملجأ آخر في كل الأماكن في قرية، في مدينة توجد ملاجئ مرسون. هذه الصيدلية قديمة، لا يوجد هنا أي شيء، فقد بقي مبنى. في كل قرية، في كل مدينة أنشئ يعني تم تكوين وحدات الدفاع المحلي، وإخوتي أيضا يشاركون في الدفاع المحلي ويحصلون على أسلحة. أدعو لنا، نحن حزنا، نحن متوترون جدا. Каша, бідний, який маленький підлобузник, хвилюється, щоб про нього не забули. Умі тусаду джаратана фі хамлі л-хакиба. Ой, здравствуйте. Я бачила, сьогодні ваші хліба взяли. Не взяли, батона. Батона таке. Аздікає. وضعنا هنا Ні, засувати не треба, просто прикрити. У метод виху. Я ще нічого википіла. У метод виху. Та я це говорила для хлопців. Газа лі, біду не ляхем, ва газа. Лі, і хватили, а бібі ляхем. Щура бед борщ. Там, де я учился. І от вона едет из Харькова. Ты че, это я зрадник? Ни хрена себе. Так ли уме джуз миналь футер? Он джуз са яслюк, са таслюку. Ага, да. Аль футер кесир. اشترينا شوكولاتة، نذهب إلى جيراننا لكي نتحدث معهم. أنا وأبي نذهب. هذا أيضا ملجأ آخر. باش
О, гуна юмкин мумарасет ар-рияда. Назхаб іля джиранина. Іза бада аль-касф. Подивися внутрі. Нахну. Вау! Ас-саф-саф. Джаміль. Шаджарат ас-саф-саф. Малешеньки. Хто це такий? Хто це такий? Хто це? Розійшлася. Ой, малешенька, а чого ти боїшся?